ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي، اغلى حاجه في حياتنا. يلا سبسكرايب في القناه، فعلوا جرس، كومنتات كتير ولايكات اكتر. والنهارده هقول لحما اني حامل، بس هو طبعا كده وكده، يعني انا مش حامل ولا حاجه، انا عندي فيروز وحياه والف حمد وشكر ليك يا رب. وده هنشوفه هيعمل ايه، ولو الفيديو ده عجبكم يلا وصلوا ل 80000 لايك. حلو ماشي، 80000 لايك و100000 كومنت، عشان كده بقى عملت وراجب معاكم وزياده. يلا بقى ندوب ونشوفه هيعمل ايه. يلا نظبط كل حاجه، يلا ندوب نشوف هيعمل ايه. يا احمد، احمد يا جوزي. ليه انا ليه؟ تعالى يا حبيبي. يا مراتي، ده انا عامله لك مفاجاه يا بالله عليكي. قولي لي ما اجيش والنبي. حبيبي قولي لي، قولي ما تخش حبيبي. يا حق ليه يا هبل مالك؟ عايز ايه؟ بحب مفاجاه، ما بحبش مفاجات. انا يا سيرفايس. اقعد بعيد عني احمد. احمد طب بالله عليك، انت بتستني فاهم؟ انت مستعجله ليه؟ مستعجله عايزه مني ايه انت؟ في ايه؟ ما تخمني المفاجاه. طيب مش عايز اعرف المفاجات، ما يمشي دوت، ما فيش مفاجات، كلها مصايب. كلها مصايب. انت ما بتتكلميش غير مصايب، ما بتعمليش غير مصايب. اسكتي. احمد تاني؟ انت مستني اريحها شويه. قول احمد. احمد يا هبله يا مستفزة. انت تعرف الاستفزاز؟ انت تعرف الاستفزاز. وصرف كيف مفاجأة؟ مش عايز الزف ده عب حاجة منك. عملك مفاجأة؟ مش عايز يا بنتي، مش عايز، مش عايز. سبرايز. تكلمني بقى انجليزي وقتها. قلت لك انا ما بحبش كلام الانجليزي في البيت، كلام الانجليزي في البيت ما بحبوش. طب قولي ايه المفاجأة؟ مش عايز اعرف. هتقولي ولا لا؟ طبعا هتيجي اشتريت حاجة من على النت. اشتريتش حاجة. اقسم بالله ما مفاجأة، دي مفاجأتي. مش عايز اعرف حاجة منك. قولي بقى ايه المفاجأة يا ندى؟ قولي يا ندى ايه المفاجأة؟ مش عايز يا ندى؟ أنا مش عايز اتنيل اعرف حاجة منك. طب خمنها. ايه المفاجأة يا ندى؟ صدق زعلتني؟ طب أنا مش عايز اعرف. صدق أكل زعل وحش على البيبي. بيبي بيبي. أنا حامل. قول والله. أنا حامل. قول المصحف. كاش معاك. لا قول والله حامل. خلاص كاش معاك. قول والله حامل. حامل. قول والله. بص المفاجأة خلاص. قول والله حامل. حامل. أنت ضربت المخدة دلوقتي؟ معلش. قول والله حامل. أه يا بطني. قول والله حامل. أه يا بطني النونو. ما تقولي حامل عشان ما بقلبش عليك، قولي حامل. حامل بس. مش قولي لي النونو قالت لي والدكتورة. قولي حامل. حامل. بس كده، أيوة كده أنا مبسوط. بس هاجي يا بابا. خلاص. خلاص. بابا بيكلمني. يا هبلة. مبروك يا ست. عايز بنت ولا ولد؟ انا عن نفسي عايز ولد. عايز ولد كده ايه؟ واسميه صبر. صبري؟ يا اما اسميه ايه؟ مسعد. اتحول بنت يا ايه؟ لو بنت اسميها فتكات. لا انا هجيب قرد. مش هجيب ولا ولد، انا هجيب قرد. حرام عليك. مبروك يا ست. ومبروك ومسك التليفون. بس اقول لك حاجه بقى، شيل حاجات تقيلة ومش شيل حاجات والكلام من دوت، انا مش عايز عشان ما تجيش تقولي بطني ووسطي وضهر وانا ما بحبش اقعد قدام. يا هبل لسه في ايه دلوقتي؟ انا في 18 اسبوع. يعني ايه ده؟ في اسبوع ونص. ايه 18 اسبوع ده؟ بهزر معاك يا احمد. انت ما بقولك انت مش عارف انت مشكلتك ايه ده؟ ايه؟ انا هقول لك مشكلتي من غير ما تزعل، انك كل حاجه الجد مدخلاها في الهزار والهزار في الجد، ما الواحد ما بيصدقلكيش حاجه. يا بنت هتفجع البيت، حرام عليك. ايه يا بنت؟ تفجع ال تفتكر فيروز هتحس بايه؟ فيروز هتحس ان هي الكبيرة طبعا، تبقى هي كبيرة ال يا بنت يا بنت يا اضربه؟ اضرب النونو بامانه. اضرب النونو. طب ما تضربيه، ما انت بطنك انت، انا مالي انا؟ اضرب النونو؟ ما تضربيه. اضربه بوكس في وشه؟ حرام عليك. اديها بوكس في وشه؟ انت عامله يا بنت ولا ايه؟ اديها بوكس خليصه فيها لوكس. انت ام انت؟ اديها شلوته واديها اسيود عشان يطلع دم خبيث كده. حلو حلو كده. مش ده بقى موضوعي. بجد والله. مش ده موضوعي. انا اكتفيت بفيروز وحياه ومش قادره على بيبي تاني بصراحه،
واروح للدكتوره واقول لها خلاص خليهم ثلاثه وبعد كده ما تجيبيش عيال تاني. لا يا عم خلاص انا مش قادره خلاص. استني بس استني لو سمحت. احمد قلت فاروز؟ لا ما انا هنزله خلاص انا حبيت اقول لك بس. احمد انزلي يا هبله انت هبله. نزل البيبي. وايه اللي ينزل ده؟ ايه اللي ينزل ده؟ انا مش هشيل مسؤوليه اكتر من فيروز وحياه. لا تشيلي بدل ربنا ابعتك ابعت تشيلي. ما ربنا بعت لي حياه الحمد لله. خلاص خلاص ما تتكلميش في الكلام ده عشان بيضايقني انا. على فكره انا رايحه بكره خلاص. رايحه بكره؟ أه. الله ينام ما يحصل. ما تهزرش. اه بكره؟ اه ماليش دعوه. احنا اقسم بالله حرام. ماليش دعوه. الله ينام حرام. ماليش دعوه. انت عارفه يعني ايه ده روح. يا احمد انا بتعب يا احمد في حملي وتسع شهور تعبي. عارفه روح ما تتعبي ولا تتنيلي انت؟ تتعبي ولا اللي تتنيلي؟ انت مش خايفه عليا. مش خايف عليكي. عشان اللي انت بتقوليه دوت ودماغك دي الزباله ديت يبقى انت كده غلط. ماليش دعوه. يبقى انت كده مش حاسه بالمسؤوليه. وانت كده مش حاسس بيا. مسؤوليه؟ ما انا مش عايز احس بيك اصلا. احس بيك بتاعت ايه انت عشان احس بيك؟ مراتك. عليا النعمه لما كنت عامل دلوقتي في صبري لو كنت ضربتك بال بس هنزلك بكره. قوم يا بنت من هنا. قوم يا بنت من هنا. قوم يا بنت من هنا بنت. قوم يا بنت متنزله يا حماره. ماليش دعوه. خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لي. خلاص عليا النعمة ما يحصل. ماليش دعوة. اقسم بالله انت ده يبقى اللي بينا. خلاص اللي بينا اللي بينا. ده مش حاسس. ايه هبلة انت؟ ايه؟ دي حاجة ليها مستفزة. انت مش حاسس بيا؟ ليه؟ انت مش حاسس بيا؟ ما انا مش عايز احس بيكي. انا مش عايز احس بيكي. ماليش دعوة. انت جايباني تقعي شوية الشعر اللي حيلتي صح؟ انت جايباني تستفزيني. انا شلت مصاريف فيروز وحياه الحمد لله الحمد لله. لا وهتشيلي تاني وتالت. لا وانا اخر عليك هجيب علبه الهبل انا. لا انا نفسي في 17 عيل. مش ده مش انت مالك؟ احنا اتفقنا كمان 6 7 سنين. ايه 6 7 سنين دي بتنجدها يا ربنا تعترض على فيها يا بنت مالك يا بنت اقسم بالله. انا حامل. انا نايم على نفسي اضربك. احمد. يا دي يا عبرو يا نهار ابيض على البرود يا جدعان. انا بس اتفقت مع الدكتور. يا لهو على البرود. يا لهو على البرود. لسه ما اتكونش. انت واقفه ليه؟ اه واقف خليك واقف. ايوه انا نعم. ماليش دعوه. بص بقى انت عايز تعملي ايه؟ فهميني كده وراجع لي دماغك كده اهو. راجع لي دماغك يعني بعد ما فرحتيني تكسري فرحتي. انا ما بقولكش على فكره اروح بكره الدكتور مني ليه؟ وليه وحمار قاعد في البيت انا متجوزه ايه انت؟ متجوزه ايه؟ قرطاس كلاب؟ متجوزه ايه؟ ماليش دعوه خلاص الموضوع منتهي خلاص. يا لهو على البرود يا جدعان. خلاص انا حبيت اقول لك مش اكتر. يا لهو على البرود. ايه ده؟ ماليش دعوه. عليا النعمه نفسي دغدغك دلوقتي بال انت عارفه انا ده؟ دغدغني يلا انا كده كده بروح على الدكتور دغدغني. راح الدكتور اه. ده ابوك يتكلم دلوقتي، ابوك يلعب بالموضوع دوت واللي هو حرام. ما انت بتعتمد على كلامك. انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بتعتمد على كلام ربنا يا بهيمه؟ ماليش دعوه. ما تخليني اقلق، ما تخليني بقى تكبر في دماغي واقول لك هتولدي دوت وهنجيبه كمان واحد. انا بقول لك اهو مش كنا متفقين انا وانت 5 سنين؟ يا برضه انت بتضحكي ليه؟ مش عايز ننزله؟ ايه؟ مش عايز ننزله؟ اه 300,000 جنيه. لا نزليه يا ندى. لا والله نزليه يا حبيبتي. مش عايز ننزله هات فلوس. يا برضه يا برضه يا مستفزه يا مستفزه. فلوس فلوس فلوس. ده حرد عام. سمعت صيت ابوكي عدلت على طول. ابوكي وامي يعرف وابويا وامي. دي كفايه امي تعرف بس اقسم بالله ما تطلعك من وتنزلك. يعني تعمل ايه؟ ما اعرفش. ماليش دعوه. بقول لك اللي بينا كلام ايه مش بتفهم. انا مش هنزله اصلا عشان انا مش حامل. ده كان ماتني. مش حامل. اخبطني. النونو. نونو ايه؟ وانا مال انا بفهم ازاي انا؟ شايفيني كنت ست ولا ايه؟ ما ينفعش يا ابني. ولا انت كايزين تتفتح تاني يا ابني. ما ينفعش ما ينفعش. عليا النعمة هتوقع اقسم بالله يا ندى انت مش هتس مش هتشت. عليا النعمة انت مش هت... انت فعلت
لي قوي. ايه؟ ست سكر حرام، ربنا يقول حرام. والله يا جماعه طب انا اقول لك حاجه بقى، ربنا يبعت له بيبي صغنن كده، اوعى تفكر ابدا. اقول لك حاجه، انت مهما كانت الظروف صعبه، مهما كانت الدنيا وحشه، مهما اي حاجه، اوعى تنزل البيبي، اوعى يخليه لي ده باذن الله. يبقى سنه ده ليكي اكيد، هي مثلا تيجي في يوم من الايام او بنوته تفرحي بيها طول عمرك. فلو ربنا رزق بحاجه زي كده، اوعي تعترضي على كلام ربنا. طب انت عارفه بسبب الملل دوت عليا النعمه يا ندى اللي تتسوحي في الكومنتات. ليه؟ انا بقول لك اهو. لا على فكره انا كنت بعملها رساله عشان اي حد انا عايز ينزل بيبي او الكلام اللي بنسمعه اليومين دول، اوعي تعمل كده. والله العظيم ربنا بعت لك هديه اوعي تفرط فيها طول عمرك. هي يا ندى مرات، ايوه هي، اقسم بالله هي، والله هي. ايه ابرومي كده تاني، ابرومي عشان انا ما انتوا فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ يا جماعه حافظوا على البيبي في ايه؟ بجد والله يا جماعه، بصوا يا جماعه فيها كميه بروده يا جماعه. انا والله العظيم بصوا انا اتكلم تاني، ربنا لو ربنا رزقني، يعني اقول لكم حاجه يا جماعه، انا ربنا رزقني بحياه وانا مش عامله حسابها، فرحت بيها جدا. ايه يا احمد حبيبتي، ربنا انا بكلم الناس، انت ما تجيش. بقول لكم حاجه، حنينه وجميله، وانا عمري اساسا ما كنت فرط ان انا اعمل اي حاجه فيها، ولا فرط ان انا اعمل اي حاجه باي بيبي تاني اساسا. مبروك يا حبيبي. يعني انت حامل دلوقتي ولا لا؟ لا طبعا بامانه والله يا ابني، انا لسه والده حياه. وانا كان نفسي بورصه صغيره كده. لا عايز اجيب صبر، نفسي اجيب صبر. ما تجيش على فكره، خلفه البنات احلى من خلفه الولاد. بس انا كنت عايز اجيب صبر صغير. طب ماشي، افرض يا احمد تالت بيبي طلع بنوته. ده ربنا اللي عايز كده، انت مالك؟ امال انت عايز صبر ليه؟ يقول لي انا عايز صبر فتكات. بص يا غلبان، حب يكون الملعب عجبكم اللي عملته فيا المستفز دوت. فرحت واشتركوا في القناه، فرحت والله اقسم بالله. عشان انا يا جماعه نفسي اجيب 17 18 19 15 20 الف عيل. كمان 6 7 سنين اجيب له بيبي اخر. خمس اقسم بالله اتجوز تاني واجيب عيال تاني. والله براحته، وكل واحد عارف عشان اعرف اربيهم تربيه صالحه. هي ندى مراتي، اقسم بالله هي. يا ربي كل مره بقول لكم فيديو كمان عندكم، يا سبسكرايب في القناه على بس ما تنسوش لايك اكتر، لينك الانستغرام ده في الفيديو. طب استنى كده، بالله عليكم امانه عليكم، انتوا فهمتوا حاجه؟ اقسم بالله ما فاهموا حاجه. انت شتت لهم دماغهم. اتفضل قول لهم يا جماعه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات وكومنتات، بنحبكم كلكم يا اغلى حاجه في حياتنا، وهتلاقوا لينك الانستغرام تحت في الديسكربشن. يلا باي باي، اغلى حاجه في حياتنا.